هم يتواصلون ويا بنات؟ اي اكو بنات يتواصلون على مود المواد؟ اي كان يسولف لك؟ لا ما كان يسولف لي، بس انا كان دائما هو جاي فاشوفه يتواصل ويا بنات، ومن يتواصل وياه هني يطلع مواد يوزن ويطلع ويروح عليهم يعطيهم، يروح عليهم ينطيهم. ما يجون، ما شايفهم انت، ما شايف اعمارهم؟ لا ما شايف احد يجي عليه ولا مسولف لك هو مثلا؟ لا ما يسولف عليك امور. هم شفت اهلك؟ بالمواجهه هنا أنا توقفت شفتهم، بس حتى اهلي يعني هسه قاموا يعتبون علي ويقولوا لي هنا بعد ما نجيك، لان انا يعني مشيت الطريق غلط. انت مو غلط، انا قلت لك بدنا نسولف هسه بعد اللي صار صار، بس هاي كارثه. يعني هسه مثلا يغلط، خلينا نقول يتعارك يبوك اقصى حد، اقصى حد للغلط انه خلينا نقول موضوع السرقه، صحيح، وتبوق من غريب، لا تبوق من اهلك مقربين، هاي نقول غلطه كارثه. بس انت يعني زين شو تتوقع انت بعد ما لزموا عندك ضبطه وعندك هاي الخمس كيلوات، القاضي ايش راح يحكم؟ شو تتوقع؟ والله ما متوقع، بس انا لو اقول لو يعدمني انا اقبل بالاعدام. مقتنع بكلامك؟ اي مقتنع، لان انا طريقي هذا ردت ادمر جيل. يعني ما عندك اي صدمه تصير عندك اذا القاضي مثلا حكمك اعدام او مؤبد؟ لا انا بالعكس، انا اصلا كنت يعني خالي بالي اول ما توقفت، خالي بالي ان انا مؤبد او اعدام اول ما توقفت. اي لان مو اول ما توقفت، ورا فتره يعني من صحيت على نفسي والمواد طلعت من جسمي وقمت احس على نفسي ان انا سويت. بالليل من تنام هم منو من اهلك يجي على بالك؟ تريد تنام تصفن بينك وبين نفسك؟ جهالي والله، دائما انا يوميا كل ما احط راسي على المخده اتذكرهم. شفتهم مره واحده من اعتقلوك لحد هاي اللحظه؟ اي مره واحده. ما شفتهم اطفالك؟ مره واحده شفتهم. عندك اخوان؟ عندي اخوان. امك وابوك عايشين؟ لا والدي متوفي، بس الله والدتي يرحم والدي. جدتك والدتك؟ لا ما جدتي، ما اجتني. شنو النصيحة اللي تقدمها انت هسه حاليا كمتهم ومصيرك مجهول؟ النصيحة اللي تقدمها للي يتعاطون او يشتغلون بقضايا النقل او التجارة؟ صراحة. والله الصراحة يعني انصحهم انه يوعون على نفسهم وانه يوقفون عند هذا الحد اللي وصلوا له. يوقفون ويبطلون ويحاولون ان يبلغون على اي واحد ليعلمهم على هذا الشيء، لان هيك مصيره راح يتدمر عائلته وراح تتدمر بيته ويتدمر مستقبله ويدمر شبابه وياه ويدمر جيله وياه. لان هي المواد كثرت بالعراق. بس اكو ابطال دي يحاربون طبعا، فخر لهم طبعا.